انتصار فلسطيني جديد في الأمم المتحدة تجاوز عقبات الإسرائيليين والمعارضين لقيام الدولة الفلسطينية، فقد تبنت الأمم المتحدة قرارا يجيز للفلسطينيين رفع علمهم في مقار المنظمة الدولية في نيويورك بأغلبية 119 صوتا مقابل معارضة 8 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وامتناع 45 دولة بينها بريطانيا وألمانيا. القرار سيسمح لفلسطين برفع علمها تزامنا مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة السنوية للجمعية العامة وقمة حول التنمية المستدامة على أن يلقي كلمته في 30 أيلول الجاري. عباس رحب بالقرار وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحته داعيا تلك التي امتنعت أو صوتت ضده إلى مراجعة موقفها والتوقف عن الكيل بمكيالين. هذا الانتصار ليس الأول من نوعه لدولة فلسطين التي أصبحت دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة في نهاية 2012، وكانت النتيجة حين ذاك متقاربة من حيث التقسيم في الأمم المتحدة بحيث عارضتها 9 دول فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.